ده السؤال، وده الحديث دايما بيدور حوالين مسألة الاجتياح البري، بس بلا شك ان هو كارثي سيادة العميد. ما نقدرش ننكر ان لو حصل أكيد اجتياح بري هيكون كارثي. نقدر نعرف ابعاد الكارثة دي تكون ايه؟ أولا النوع ده من القتال بيبقى من بيت لبيت ومن شارع لشارع ومن غرفة لغرفة، يعني مش فكرة قوات في منطقة مفتوحة وفي خنادق وفي مواقع حصينة بتقتحمها فترفع صورة النصر، يعني الموضوع مختلف تماما. البيت لبيت وشارع لشارع ده فيه مدنيين. بالظبط. حتى فكرة ترحيل المدنيين إلى مناطق جنوب وادي غزة اللي هو الخط اللي تقريبا يعني من جنوب دير البلح واللي فيه في الجنوب خان يونس ورفح، المدنيين 80% بالفعل بدوا ينزحوا. حماقة الجانب الآخر إن هو ابتدى يستهدفهم أثناء نزوحهم، أثناء نزوح فقالوا إن لو كده كده هنموت نموت في بيوتنا، فرجعوا تاني منهم ناس رجعت ماشي 20 كيلو. فدي الفكرة، يعني الفكرة إن في آلة شغالة بطريقة سواء الخطاب شعبوي مش خطاب منضبط، والأفعال هو سايبين يعني السياسيين يملوا أشياء على العسكريين والعسكريين بينفذوا بدون يعني انضباط سواء بقوانين الحرب أو ما يحقق يعني قيمة عملياتية، يعني القانون يعني في الأحوال المكافحة طيب. يعني الإرهاب أو غيره يبيح القوة، لكن أنا بعتبر إن هو مصنفها إرهابي مش تصنيف أنا، بالظبط. لكن بيحرم الاستخدام المفرط في القوة. للقوة طب أو النهاردة الاستهداف وزاوية ديسكريميشن بدون تمييز أو استهداف المدنيين. طيب اللي حصل النهاردة بقى اللي هو اجتياح جزئي لمنطقة وبعدين التراجع منها، ده بيكون أسبابه إيه؟ يعني أسباب التراجع إيه؟ طالما لا حدث ده هو مخطط كده، ده اسمه استطلاع بالقوة. آه بتدخل عنصر، يعني أنا على حد ما شفت 12 دبابة وزيهم مدرعة وعناصر مهندسين، يعني كتيبة إلا حاجة إلا سرية مثلا، لكن هي كتيبة بيدخلها عشان يقيس رد الفعل. هيطلع مضاد للدروع، هيطلع هاون مدفعيات، هيطلع خفاش طاير عليهم يبتدي، ولو شفنا يعني الفيديو ما هو بنشوفه هتلاقي في الوقت اللي هم بيدخلوا فيه هليكوبتر مسلح بيتعامل، فهو شايف الهليكوبتر ان ايران طالع منين يبتدي يتعامل، بيشوف هل في حقول الغام في المنطقة دي في مفخخات، وبيدخل وبيطلع عشان برضو فكرة اللي بيسموها تطعيم المعركة، يعني الناس دي ما حاربتش، ما فيش حد موجود على قوة الجيش الإسرائيلي حارب حرب برية في هذا القطاع أو في غيره. لآخر حرب كانت 2014 ما كانوش موجودين، يعني حتى لو كان في ضابط كان ساعتها مثلا ملازم أول ولا حاجة، دلوقتي اللي هو جنرال يعني برضو ما بيقومش بنفس الوظيفة. طبعا اللواء اللي دخل ده اللواء جفعاتي هو ده لواء قوات خاصة وتسليحه مختلف، تسليحه تقيل، يعني المدرعة حملة الجند بتشيل 57 طن ضد الألغام وضد المضاد للدروع ضد حتى المدافع، فعشان يأكد الناس دي هتدخل وتطلع ما يحصلش زي ما حصل قبلها بيومين إن الناس دخلت وتم قتلها. فده خد معاه عناصر من اللواء جفعاتي بس شكل بيهم مجموعة القتال دي، يبقى اللي دخل كسر حاجز النفسي من دخول قطاع غزة ويرجع يحكي لزمايله يقول لهم انا دخلت وخرجت كويسة وضربنا نار وكده. كسر الحاجز النفسي ان هو يدخل ويطلع، بس هو ما توغلش المسافة كبيرة 50 متر يمكن. يعني انا شايف ان هو تطعيم وشو اعلامي اكبر من تحقيق غرض عملياتي او تكتيكي، لكن ده يسبق عمليات دفع المفارز اللي هي بتبقى المرحلة الأولى في دفع القوى البرية القوى الرئيسية، واللي ساعتها نقول خلاص العمليات. يعني هو ده اللي أنا كنت هسأل حضرتك عليه، إذا كانت هي مسألة استطلاع أو إن أنا دخلت وطلعت ما حصلش حاجة كانت مقدمة للدخول. مش شرط يبقى الدخول بعدها، ممكن تكون لا مش شرط بعدها مباشرة. مش شرط بعدها مباشرة، لكن لو اتكررت بنفس الطريقة يبقى هو بيحاول يبقى موجود اعلاميا في حاجه ليها علاقه بالحرب البريه، لكن طبيعي ان المفروض بعد الاستطلاع بالقوه في شويه داتا كانت ناقصه عندك لميتها، شويه معلومات حفزت قواتك، يبتدي بعدها بنفس الطريقه تحصل في اكثر من محور.